التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، انطلاقاتنا مستمرة في هذا اليوم يسير على البركة، شوطنا الثالث في تعداد أشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة الإبكار. نبدأ بالبداية ونتابع المقدمة والمركز الأول، هنا جبارة قطامي بن محمد بالثاني السويدي تحتل المقدمة والبداية، بينما القدوم في المركز الثاني وتحتل المركز الثاني سلهودة عبد الله بن حميد بالكديدة الفلاسي، بينما في المركز الثالث هادي وضوح محمد بن علي بالسعودي الاكتبي، بينما في المركز الرابع تتقدم هنا بلبلة أحمد بن زويد بن حميد القنوبي يحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس تتقدم الآن وتندفع هذه هي خزين بشعار حميد بن سعيد بن محمد الحارثي. هكذا هي نتيجتنا ونداينا للخمسة المراكز الأولى التي تسير بناموس هذا الشوط، بينما أسماء وشعارات بعد الخمسة المراكز الأولى، الكل يبحث عن الفوز، الكل يبحث عن الانتصار من خلال زيارته لهذا الميدان. عوده إلى البداية، عوده إلى المركز الأول، إلى التحديات الأولى والاندفاع الأولى، وبلبلة بلبلة على المركز الأول، بلبلة على البداية الأولى تتقدم بشعر أحمد بن زويد بن حميد القنوبي على المقدمة والصدارة الأولى. أو القعنوني اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما في المركز الثاني أشوف جبارة قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، بينما في المركز الثالث تتقدم وتأتي هنا خزين حميد بن سعيد بن محمد الحارثي يتقدم نحو المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع هذه هي مبهرة بشعار محمد بالشرقي الحرسوسي الوهيبي مع المركز الرابع. المركز الخامس هذه هي وضوح محمد بن علي بالسعودي الاكتبي ياتين الآن يحتل المركز الخامس. هكذا الأسماء التي مسيطرة على الخمس المراكز الأولى، ولكن هنا المفاجآت واردة من الأسماء اللي خلف الخمس المراكز الأولى تبحث عن الفوز وتبحث عن الانتصار، بين نعود مجددا، نعود إلى الصدارة، نعود إلى بلبلة. بلبلة هنا في الكيلو المتر الأخير في أمتار البلبلة، بالفعل هذه هي مسيطرة، مسيطرة على البداية، ولكن غيرت جبارة، غيرت جبارة وتسللت إلى المقدمة والصدارة الأولى. قطامي بن محمد بن ثاني السويدي على المقدمة الأولى، بينما في المركز الثالث هذه هي تتقدم مشاهدينا الاعزاء مبهر محمد بالشرقي الحرجوسي الوهيبي، بينما نشوف المركز الرابع هناك اللي تتقدم الهلاليه، الهلاليه محمد بن عبيد بن علي بن معدن الاكتبي قادم في المركز الرابع، بينما في المركز الخامس ميعاد، ميعاد اسعد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. الله 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 الله، روح يلي بتروح خلاص، حرك في الامتار الاخيره، في الامتار النهائيه، ولكن هناك جباره 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 على الصداره، جباره على المركز الاول بن ثاني، ولكن اشوف اشوف هنا خير صالح بن محمد بن سالم المالكي، غير المالكي، غير غير هناك الى البدايه الاولى. سلام 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 الى اهالي الدريز في السلطنه، تهانينا تهانينا والناموس لمالك خير صالح بن محمد بن سالم المالكي على هذا الفوز والانتصار، بينما وصلت في المركز الثاني اللي هي جبارة قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، المركز الثالث الهلالية محمد بن عبيد بن علي بن معدن الاكتفي. هكذا مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام النتيجة للثلاث المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني، ساعة وصولها إلى خط النهائي اللي هي خيرة بتوقيت الزمني مقداره 4:36. تهانينا وناموس لصالح بن محمد بن سالم المالكي، تهانينا للجميع.